ده بيكون خبيث صح؟ هاي بيكون خبيث. لما انا اجي اقول عباره، اجي اقول يا اخي اذا عمر ده مشى مع الخط الفلاني الله ينعله، بيجي واحد بقص كلمه لو مشى وبيخلي الكلمه مشتقه من عبارتين، عمر ده الله ينعله، وبجيبوها ليك الصوره دي. اسمع مسلم قال شنو؟ انت ليه مسلم تقول لي كده؟ لكن قاموا حذفوا جزء مهم، الجزء ده فيه علة انه انا ليه لعدتك. ارجع واقول الترابي لما قال الكلام ده، طبعا الحتة دي الناس ماسكين فيها مسكة شديدة جدا. ترابي كزول حركة اسلامية، وهو المربي، هو الاب الروحي للكيزان، وهو المسبب في الجوطة دي كلها. لكن لما قال الكلام ده قالوا كتير، قالوا مكايدة في عمر البشير لما تم إبعاده من السلطة، وكان محروق عليه حرقة شديدة جدا، وكان بيتمنى البشير ده يتم قبضه ويفوت الجنائية، وكان بيستفزه بيقول له أسمع أنت لو بتاع ما هتمش، ودي نفسك وسلمه وواجه المحكمة الجنائية. لما هو قال الكلام ده، هو ما قاله لأنه عنصري. يكون لعلمك لازم تفهم الحتة دي، انت لما تكون قحتاوي وانا ضدك لازم اكون في منصف العداوة. يعني انا بقول عمر ده والله خطأ في كده وفي كده، لكن في الحتة دي لا عنده حق. نحن ما نمشي غلط، مش ما نمشي غلط، انه نحن ما ننساق. الليلة معظم التيار المكون للمؤتمر الشعبي هو من دارفور ومن الغرب. إذا كان الزول ده عنده أفكار عنصرية بالنسبة للترابي، ما كان مشوا معه ولا كان بارو. هو لما قال الكلام ده كان في مرة في 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 لقاء جماهيري أعتقد في غرب السودان، وكان بطاعن في الرئيس البشير، يعني بكاوي فيهم. وطبعا أي زول لو عندك معه خصومة بتحاول تلبسه أي حاجة، أي حاجة بتحاول تلبسه له. ممكن أجي أنا محيو ده أنا ضده، انتوا عارفين يا سعدون محيو القحطاوي ده شايفينه زول ده اصله ما فيه خير. حيجي واحد يقول لي مسلم ومحيو كلكم انتوا ما فيكم خير. الترابي لما قال الكلمه دي كان بطاعن في البشير، يعني ما هو هو طبعا هو ده عرفتين شنو. الترابي لما ابعد من السلطه كان محروق من المؤتمر الوطني. انا جبتكم وانا خططت لكم وانا نظفتكم وانا لبستكم الاعلان وانا علمتك يا علي عثمان تسوى العمه كيف، وانا وجبتكم لحد المكان ده تقوموا تغدروا بي. فهو دار يسوي شنو؟ دار يفتن جماعتنا اهلنا في الغرب مع الكيزان اللي هم التانين بتاعين الماده دي اللي هم جنا علي عثمان اللي هم المؤتمر الوطني. فقال المقوله بتاعته دي، يعني انتوا يعني حس لو جاء واحد جعلي، وطبعا المقصد واضح، هو ما قال الكلام ده لانه بيتبنى العنصريه، هو قال الكلام ده نكاية في البشير وجماعته، ودار يوقع بينهم وبينهن في غرب السودان بس. لكن شو بالمناسبة، هو مجرم وهو ارتكب وهو معاك أردم لبكرة، لكن في الحتة دي وما قصد إنه لا للنازل ما بيشبهونه ولأنه الغرابة دي لا للهدي ما عنده، هو متمسك بمعظم ناسه من دارفور، لكن هو قال نكاية في البشير يعني. لكن دائما قالوا الماء بتدوره في الظلام بيتحمر لي. الناس مسكوا الحته دي وقال لك شوف الترابي عنصري قال لي هالدارفور كده. اتمنى انك تكون استوعبت الفكره. كلامك دي بس الحريه والتغيير، الفوبيا بتاعتك كلها حريه وتغيير. الجنجبي زاد بغى تشتغل بهم ما حصل افتى، 90% من انتقادك حريه وتغيير. كان مثلا اي طلقه طلعت تقول ده حريه وتغيير، كان اي دانه اتفرتقت دي حريه وتغيير. كويس، ما عارف دي فوبيا من حرية تغيير، ما تعرف هل معلوماتك غلط. فأنا يعني دايرك ترجع لمعلوماتك تتأكد هل السلاح الدخل للجنجويد الدعم السريع دخل الحرية تغيير، هل المدرعات الجاد من الإمارات دخل الحرية تغيير. ما في فيديو للبحشون قبل يومين ذكر غادات كبار في الجيش لحد الآن قاعدين في مجلس السيادة، هم كانوا بيدخلوا السلاح، وكان الاستخبارات العسكرية بترفع التقارير انه نازل بيجيبوا سلاح مدرعات ضد الدولة، ورفعت التقارير. جاء مسؤول كبير معروف فريق الامين العام لمجلس السيادة قال لا ادخل السلاح. كويس، كل الدعم كان بيجي للدعم السريع كان فوق ضباط الجيش،
وكل المشاكل اللي حصل حاليا كانت من ضمن في ضباط تبع الجيش، كانت تبع الدعم السريع. اين هنا الحريه التغيير؟ ذنبها شنو؟ الحريه التغيير عارف الحرب دي هم والكيزان، لانه هم ضد الاتفاق الاطاري، لانه الاتفاق الاطاري كان حيبعدهم من السلطه، لانه الكيزان ما بيقدروا يحكموا من غير القوه الامنيه، من غير ما يكون عندهم عناصر في الجيش وفي الشرطه في الامن ما بيقدروا يحكموا السودان، معروفين. كان تهديداتهم في رمضان ظاهره انه الاتفاق الاطاري ده تيم على الا جثثنا، والفيديوهات بتاعت انس عمر قاعده بتاعت الحاج ادم نائب الرئيس جهزوا نفسكم يا جماعه، كان قطعت الاتصالات تعالوا، ومعروف اول يوم في الطلقه قامت في الغياده العامه بتاعت كتيبه البراء بن مالك ده كان قاعد جوا الغياده، والغريب انه المفتش العام بتاع الجيش ما كان عارف، احتغلوه الدعم السريع من بيته. ذاته منطق ده ورونا كويس انه المفتش العام بتاع الجيش بتاع الاستخبارات ما عارف انه في حرب، بتاع كتيبة البراء يعرف في حرب، نزل جاهزين سيدنا من قبل الحرب دي بفترة كويس، والحرب دي هم قوموها، والحرب دي هم ضد الثورة. واليمين دي شفتها تصريحات هيثم الخلا بيقول شنو؟ قال اي زول بيقول تسقط بس احنا جاهزين له، اي زول كان حرية تغيير كان لجان مغاومة اي زول احنا جاهزين له. وكل الفيديوهات اليومين دي ضد الثورة وضد التغيير، انه اي زول كان مع الثورة احنا هنبيده. معروف انهم الكيزان الان هم مع الحرب دي وهم المقومينها، وحاليا البرهان مشى مصر استدعته المصريين انه انت الاسلاميين ديل ابعد منهم. وانا اقول لك بكره البرهان ده يبعد الاسلاميين الجيش ينتصر على الدعم السريع، كل القوى السياسيه بتقف معه، كل الدول بتقف معه، لكن طالما الاسلاميين قاعدين اكد انه الجيش ما هينتصر، وانتوا فيه ونحن فيه ما حينتصر نهائي، لانه القوى المسلمين ضد الدول دي كلها، ضد دول الخليج ضد مصر، وكل البلاوي في السودان عملهم، الفتنه عملهم، الادارات الاهليه تريك ده تبعهم، تريك ده مؤتمر وطني لما جابوا له حمدوق عشان يفشي حكومه حمدوق، قفل المينا في المينا البلد، دمر الاقتصاد البلد، هو لانه تريك هو مؤتمر وطني وتبع حميدتي كان ساته شفتها. لكن طيب انتوا الحقيقه حتعرفوني طيب انا 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 انا, أنا الفكرة وصلت لي، الفكرة وصلت لي. أنا يعني ما ودي أقطع حديثك مسلم. لكن طبعاً أستاذ مسلم ممكن عايز أرد له بكلمة واحدة بس معلش. لا 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 خليني عايز أرد له بكلمة واحدة بس معلش. خليني أرد عليه بس خلاص رد له وأنا برد له بعديك. جداً أوكي بس أعمل ميت. أول حاجة شوف أنا قطعت حديثك لانه بما اني انا ضد القحاتي ما داروا يسترسل اكثر، انه انت سالتني مشكلتك معاه شنو وانا حوريك. اول حاجه قبل ما انا اوريك وعدد ليك انتوا قدر شنو جزء من العار والخيانه العظمى، دارك تفهم حاجه واحده، انه انا لو سالتك وجيت قلت لك الفرق ما بين الكافر والمنافق نصا في القرآن شنو؟ لا ما في معناه انه دبسه وشنو، لا نصا كنصوص، حتقول لي والله يا اخي عدد المنافقين في القرآن نزل اكثر من الكفار، مع انه الكافر داك عدوك بيجيك بالسيف وداري كاتلك، لكن لانه المنافق شنو؟ خبيث، بيكون قاعد بيشرب معاك وبياكل معاك، عرفت كيف؟ بيكون قاعد معاك، عشان كده ربنا خصاه بشنو؟ خصاه بالذكر أكتر. ما كان ممكن نقول يا ربنا عبد الله بن سلول ده ما قاعد معانا وبينزغ وكده ومع الصحابة في المدينة، لكن لا ذكروا أكتر لأنه عداوتهم وخبسهم أكتر، لأنه فعلا ديل أعداء للأمة كويس؟ ده من حيث إنه أنا ليه دائما بوجه سهامي للنازل، فإنتوا منافقين بحق وحقيقة دي ما في اختلاف، لكن نرجع إنه النفاق ده وإنه الحاجات دي بناء على شنو؟ أول حاجة لما يجي يقول لي يا أخي كده عليك الله العلف والبلاستيك بتاع إخوان وكتائب وهناي، يا أخي ده كله والله ما بهمنا، لأنه أنا يا محيو لو أنا بضمن، شوف خليني شنو أديك حقك وانزل وتواضع معك شوية، شفت لو الميليشيا دي الليلة اتسحكت تماما من الخارطة السودانية وتاني ما في ولا جنجوي دي، ولقيتك انت بكرة في قضية الجيش ما بهمني كثير، تصور انه انا مشيت احتاوي زعلان منك، لانه انا مشكلتي الان في الجنجويت وليس في من الذي يحكم البلد،
ما أهمي في إنه الله كطيب البراء ولا زيد ولا عبيد. أنا ما بدافع لي عن كوز هو سبب جزء في المشكلة دي. لكن يا محيو لما تجي تقول لي إنه والله الإسلاميين كانوا عارفين، أنا ما بعرف إنتوا درجة الغباء دي عندكم قدر شنو يعني. والواحد لما يجي يثبت لك الغباء بيجي يجيب لك الفيديو، شفت كان داك اسمه منو أنس عمر وتاني وكرتي وكان عندهم إفطار قالوا نحن مستعدين. طيب أنا أسألك سؤال، إذا كان هم في قيادات في الجيش وقالت إنه نحن مستعدين لكل حاجة قد تحصل، أنت بتفتكر